الفراخ عندك الشهية بتاعتها قليلة، ما بتاكلش علف كويس، سحب العلف عندك ضعيف، مع ان الفراخ ما فيهاش مشاكل مرضية. عاوز حاجة فاتح شهية ممتازة جدا، حاجة تنشط معاك الاوزان، حاجة كمان تأسس معاك عظم وشاسيه الفرخ. طبعا الماجيكو فورت ده تركيبة من الاحماض الامينية، فايدتها تزود الوزن مباشرة. الحاجة التانية الفيتامينات، والفيتامينات دي كرافة مناعة وبرضه بتخش بطريقة غير مباشرة في زيادة الوزن. الحاجة التالتة الفسفور، وده اقوى فاتح شهية هو الفسفور. الحاجة الاخيرة معايا الاملاح المعدنية، والاملاح المعدنية هيأسس الشاسيه بتاع الفرخ من العظم وتأسيس جسم الفرخ. فبالتالي هتلاقي الفرخ زي ما انت شايف كده، ظهره عريض بيشيل لحم، فرخه كويسه نشيطه، رجليها مش ضعيفه في الكالسيوم بتاعها، فبالتالي ما يحصلش عندي مشاكل كساح. الحاجه الثالثه كمان انه بيحتوي على التركيبه بتاعته زي ما انت شايف هنا كده على حاجه اسمها فيتامين سي، وفيتامين سي ده ممتاز جدا في الجهاد الحراري والحر والصيف اللي احنا فيه. فبالتالي كيس واحد حليت بيه مشاكل كتيره جدا. ده اجيبه منين؟ من اي صيدليه بيطري موجوده عندك هتلاقيه. عايز اقول لك نقطه طبعا مهمه وخطيره، ده ملوش صنف لازمه لو عملتش النقطه اللي انا هقول لك عليه. ايه هي بقى؟ طبعا لازم عشان ده يجيب معاه نتيجه ما يكونش انا مكتم عندي المكان، ما يكونش الفرخ بتاعي اصلا في مشكله مرضيه. يعني ممكن سحب العلف قليل عندك بسبب ان في مشكله مرضيه، لا انا مش عاوز مشاكل مرضيه، ده رقم واحد. لازم اكون موفر نسبه اكسجين تهويه بس، واستعمل ده واتفرج طبعا على سحب العلف اللي عندك، واتفرج على النشاط وحيويه الفراخ عندك. بس في الاخر ما تنساش تدعي لي دعوه طيبه من قلبك. ده بستعمله جرام على اللتر طبعا 3 مرات اسبوعيا من الاسبوع الاولاني للفراخ لحد ما تبيع الفراخ شغال معاك في اي وقت. ولو انا اديته النهارده وذبحت فراخ دلوقتي برده ما يضرش في الذبح خالص ولا في اي مشاكل. حبايب قلبي لو انت بتسمعني لحد اللحظه ديت، اتمنى من كل قلبي انك تنزل في الكومنتات تصلي على حبيب وتعمل لايك جميل للفيديو ده. اخر حاجه بقى معايا في الفيديو، هاخد من وقتك 10 ثواني، انا اعمل لك عرض اسمه عرض متابعه، بتابع فيه دوره الفراخ بتاعتك من عمر يوم لحد البيع، وده بيكون بمقابل مادي بسيط جدا. بكلمك في الفون، بكلمك على الواتس، انت بتكلمني بقول لك اليومين الجايين نعمل كذا، اليومين اللي بعدهم هنعمل كذا. هو ده تفاصيل عرض متابعه، وده بيكون بمقابل مادي بسيط جدا. لو انت بتربي 100 200 1000 5000 10000 سواء انت جوه مصر او بره مصر، انت بتصور لي فيديو مثلا دكتور الدنيا كده طبيعي ولا في اي تعديل، بقول لك لا الدنيا عندك كويس، لا عدل الحاجه الفلانيه، غير الحاجه الفلانيه، في مشكله مرضيه، في نافع، دكتور اتصرف ازاي، بتوصف لي مشكله عندك، بقول لك هنعمل كذا. هو ده تفاصيل عرض متابعه. حابب تشترك معايا في عرض المتابعه، ابعت رساله على رقم الواتس اللي ظهر قدامك على الشاشه وقول له دكتور محمد انا عايز اشترك معاك في عرض المتابعه. ولو انت عاوز كتكوت اللي احنا بنربيه وبنطلع بيه الاوزان العاليه، طبعا بص كده على الشاشه دي اوزان الدوره اللي فاتت والدوره قبلها، اوزان ممتازه جدا. لو انت عاوز الكتكوت ده تيجي برده تنورني، تاخد احلى كتكوت، انا مكاني محافظه الاسماعيليه مركز القصاصين الجديده، وتاخد طبعا الكتكوت والادويه واللي عاوز علفات مسائي كل ده موجود. ولو انت عندك عنبر في نطاق محافظه الاسماعيليه ومحتاج اشراف فيتر للعنبر بتاعك برده كلمنا على رقم الواتس. اتمنى لكل حبيب قلبي التوفيق. حبيت بقى ان شاء الله الفتره الجايه نخلي وقت الفيديو قليل، نختصر فيه المعلومه، وفي نفس الوقت عشان ما نضيعش وقت حضراتكم، والاهم من كل ده بقى ان احنا في نهايه الفيديو لو انت بتسمع لحد اللحظه ديت ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام والتسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.